أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام بالخير والمحبة، وهنا طلع عليكم بحلقة جديدة من خلال شاشة وطن وبرنامج وطن سبورت. حلقة اليوم حلقة مختلفة بأحداثها بمتابعاتها، أمور كثيرة راح نتطرق بيها. البداية من أهم نتائج دورينا، حيث حقق فريق أربيل فوز كبير على فريق الديوانية بأربعة أهداف. سجل أهداف فريق أربيل روى يوسف، سفيل منصور، هردي سيامت، مروان حسين، الديوانية أسعد عبد الله، أنس مالك. أيضا الكرخ يتعادل مع القوة الجوية في آخر اللحظات بهدف لكل منهما، للكرخ عبد الهادي باسم، القوة الجوية ذركغام إسماعيل من ركلة حرة. أيضا نوروز أربعة على فريق الصناعة، خسارة كبيرة للصناعة. نوروز حسين إبراهيم، بنجامين أكو، أسو رستم، الصناعة ماجد لفتة، وزاخو والشرطة انتهت حبايب، هدف لكل منهما، الشرطة محمد داود، زاخو فرانك سيدريك أبوكر. نروح نتابع هاي الأهداف ومن بعدها نرجع. رجعنا ياكم مشاهدين الكرام، أحداث كثيرة في مباريات دورينا. قبل قليل انتشر هتافات لنادي زاخو بأمور كثيرة، تحدثوا أنه تشيس تشيس عراق وغيرها، لكن بالأخير أنه من باب المهنية نعرف الحقيقة أنه هذا الفيديو مركب وليس حقيقة، لأن ما أعتقد واحد يترجل يتجاوز على العراق كائن من يكن أو يتمنى خسارة العراق بالتحديد، العراق لا زاخة ولا أربيل ولا النجف ولا البصرة ولا غيرها، العراق هو عراق الجميع، والعراق
هو بلد الشهداء والناس اللي ضحت ودافعت، فما ممكن يجي اليوم واحد يقول تشيس تشيس عراق. فمن باب المهنية أنا اتصلت بالأستاذ طه زوخلي وقال يعني نبيل بصراحة هذا فيديو مفبرك ب 2015 كان هذا فعلا وتمت معاقبتنا عليه، وإحنا يعني بالآونة الأخيرة بالفعل إحنا نشوف فريق زاخو بالأخص يعني الأستاذ طه إنسان محترم وما يقبل بأي إساءة. لكن هذا الشخص اللي ركب هذا الفيديو إيش قد ما يستحي، وين يريد يوصل هاي الحالة؟ يعني والله العظيم معيبة. يعني أنت مثل شنو غايتك من سويت هذا الفيديو؟ هاي التفاهات إيش وقت نبطلها؟ إيش وقت نتثقف؟ إيش وقت نتطور؟ ناس تتعارك، واحد يقول أنا رفعت الحظر، واحد يقول لا أنا رفعت الحظر، هذا يريد يسجل دعوة، هذا يريد ما أعرف شو يسوي، صدق كذب. هذا موضوع الدعاوي شنو؟ والله يعني ما أعرف أنا، ياهل يجي وقام يسوي لك دعوة، ياهل يجي وارفع دعوة. الحظر هو الحظر عن العراق. هسه حتى أنتم كإعلاميين اليوم من تتحدثون البعض بيكم أنه كأنما مسوي فد إنجاز للعراق. حبيبي هذا البلد والإعلام رسالة أنت تقدمها، تقدمها وخلف الله عليك تقدمها. أولا ما حد جابرك وقال لك تعال اطلع بشاشة وقدم. ثانيا البعض منكم ترى أنتم مجرد تلبسون قاط وتجون تقعدون، ما تعرفون شي يصير ما يصير، بس هو الوقت والبعض من النجوم اللي يخافون ها اللي يتعاملون وياكم، لأن ماكو مهنية. اليوم غابت المهنية ببرامجنا برياضتنا بكل الأمور، بصراحة ماكو مهنية. مكتب إعلامي بنادي الطلبة يطلع لك الضيوف بس ويا, ويا, ويا البرنامج اللي يعمل به، بس من تطلب ضيوف يقول لك لا والله مو الإدارة ما تقبل. يعني مع الأسف يعني احنا نحترم، شوفوا ترى احنا من نعمل نعمل لجمهور، بالذات أنا من أعمل أعمل لجمهور. يعني أنا ما أعمل اليوم وحكيم شاكر يدرب القوة الجوية والله أنا أجي أعمل لحكيم شاكر أو أتحدث لحكيم، لا أنا أعمل لجمهور الجوية. الطلبة أنا أعمل لجمهور الطلبة، ما لي دخل بأحد. فالمكاتب الإعلامية خاف ما مصدقين نفسكم أنتوا تصيرون مكاتب إعلامية. فهاي الأمور عيب أنه أنتوا تشتغلون بقناة وتاخذوا بس إلكم الضيف، وهذه ماكو برنامج يوقف على ضيف، مستحيل لا يوقف على ضيف لا يوقف على مقدم. هاي البرامج يعني الرياضية أو السياسية أو غيرها، فأنتوا عرفوا هذا الشيء. وبنفس الوقت ترى احنا من نطلع الضيف بالذات اللاعبين دول الشباب وهاي من أجل أنه جمهور يشوفهم، مو من أجل أنه أني مثل بقية البرامج مثل ما يفلشوكم مثل ما يدمروكم وتقومون تتوسلون وبيجاتكم تبدي تكتب. نبيل طارق ما يروح بهذا الاتجاه ولا رح يروح. انطلع الضيف ويانا او ما طلع الله وكيلكم اطلع ساعة كاملة احكي بالتلفزيون، عندي عادي ساعة كاملة اطلع احكي بالتلفزيون حتى مادة ما اعرض بالجو. بس عيب، خلوا عندكم مهنية، خلوا عندكم احترام. ترى المكتب الاعلامي مو فشي. اليوم تعادل وغضب جماهيري لجماهير الصقور بالاداء والنتيجة. رئيس رابطة الصقور صرح تصريح يعني صراحة غريب انه الفريق لا يستحق انه ارتداء هاي الفانيلة، واكو يعني امور تحدث بها. نروح نشوف ابو براير شنو اللي تحدث ونرجع. الجمهور الجوي غير راضي على اداء الفريق رغم هدف في اخر دقائق. يوم كجماهير رسالتكم الى لاعبينكم والكادر التدريبي؟ اولا هذا الجول لا يغني ولا يسمن من جوع، يعني الخسارة هي التعادل والخسارة واحد. فريق سيء، لاعبين لا يستحقون ارتداء الفانيلة الزرقاء، وللأسف يعني ما نعرف شو يصير بالفريق، ولكن أكو نفس تافه حشاك بالفريق، وأكو مؤامرة داخل الفريق ومشخصينها ونعرفها بالأسماء. مؤامرة من قبل لاعبين جاسم؟ نعم من قبل لاعبين. شلون؟ شنو السبب؟ السبب ما نعرف شو يردون، ولا هذا القوة الجوية. هذا القوة الجوية مو ذولي اللاعبين اللي يرتدون فانية القوة الجوية، اكو بعض اللاعبين جريمة يرتدون دريز القوة الجوية. راضين على اداء الفريق؟ لا مو فريق ذو زحمة، عيب نقول هذا القوة الجوية. هذا المستوى وهذا الاداء مهين ومعيب بحق القوة الجوية. ف يعني يا ريت الى بعض اللاعبين رسالة من رئيس رابطة مشجعين وامثل الجمهور
يا ريت تشرفونا والباب يوسع جمل. واي لاعب ما يريد الفريق انا اجيب له استغناء والله، لان لاعبين حرام مرحله ايش مع اي واكثر، والقادم أسوأ. قوة جوية عدة دورة أبطال آسيا، قادر من منافسة بهذا؟ لا هذا واقع، هذا الفريق ينافس أبطال آسيا؟ عيب، معيبة والله. شنو حلولكم جماهير نادي قوة جوية في الفترة القادمة؟ ينتهي الموسم والله كريم، الموسم بعد خلاص يعني ما بقى له شيء، وماكو يعني ما راح نقدر نعالج أي شيء، بس ينتهي الموسم ولكل حادث حديث. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام، شكرا لأبو برير. وأيضا نروح نتابع جمهور الجوية اللي حمل الكابتن حكيم شاكر التعادل اللي هو أشبه بطعم الخسارة بالنسبة لجمهور القوة الجوية. شنو اللي وصفوا تدريبات الكابتن حكيم شاكر؟ نروح نتابع ونرجع. تعادل في الدقائق الأخيرة وأداء غير مرضي لجماهير نادي القوة الجوية. بسم الله الرحمن الرحيم. الكل راحل والجمهور باقي، رسالة لبعض اللاعبين، هذا القوة الجوية يشرفكم شرف أكبر لاعب، الما يعجب الباب يوسع جمل، هذا الجوية اسمه كيان وشعار، قدر هذا الجمهور الجاي اللي عايف شغله ودوامه. أنا واحد من الناس عايف الدوام عايف الشغل وجاي للعبة، ليش؟ حرامات والله. يعني لبعض اللاعبين خي شوية راجع نفسهم، ورسالة لهم للإدارة، مطلبنا الكاس، مطلب الجوية الكاس. أصلا اليوم من يستحق التعادل؟ كرة قدم عطاه وثقافة وتطور، اليوم من يستحق التعادل؟ القوة الجوية مو هذا القوة الجوية. شنو الأسباب كابتن؟ الأسباب السبب الرئيسي نتحمله احنا الجمهور، بس كرة قدم يا كابتن حكيم اتطورت، احنا تدخلنا سابقا وغلطنا بموضوع احمد خلف العفو. كابتن حكيم الجوية بحياته بأسوأ تاريخه ما لعب هيك مباراة، لا طعم ولا ذوق ولا راحة، باص كنا ويا باقي المدربين ويا احمد خلف ويا راضي نوصل للجول، اكثر فريق يوصل للجول القوة الجوية بس حظ. اليوم هجمة واحدة ما عندي، مدرب تكتيك وينه؟ وين التكتيك مالك يا كابتن حكيم؟ يا كابتن حكيم كرة القدم تطور، التمرين مال القوة الجوية عبارة عن جولين، الجولين هذا الطفل اذا تلعبه يومية جولين يصير عنده ملل، وكل مباراة جاي نلعبها وفزنا بيها يعني قدرة الهية مو زينين. بس نقول كرة القدم علم يا كابتن حكيم، كرة القدم يعني ما بيها شي واحد من يتعلم، وداعمينك احنا كجمهور وراح نبقى ندعمك ونساندك، بس الجولين اليومية بالتمرين عيب. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام، ايضا عندنا متابعات، لكن نرحب بضيفي المتواجد وياي داخل الاستوديو. وقبل ما ارحب بضيفي، هو كان في معايشة بقطر مع احد الاندية الغاية لتطوير نفسه، طبعا من واجب الاتحاد العراقي هو يبعث اليوم المدربين الشباب ويزجهم بدورات، يزجهم بمعايشات. وأنا في تصريح سابق للكابتن يونس محمود أنا سمعته وموجود التصريح، أنه يقول من أعمل بالاتحاد راح أطور المدربين الشباب، انزجهم بدورات. هسه حتى دورات ماكو، فاليوم كثير عندنا من المدربين الشباب يريد يعمل، يريد يوصل، يريد يصير، يعني احنا ايضا ندعمه. هسه كان لاعب واليوم راح يصير مدرب، ليش دائما احنا ننتقص من الشخص اللي يعمل، من الشخص اللي يجتهد؟ اليوم اغلب المدربين عندهم شهايد، عندهم امكانيات، عندهم طاقات، يريدون يتعلمون. زين وين دور الاتحاد العراقي؟ هاي فلوس الدورات اللي دا تصير وين دا تروح؟ ما اعرف، دورة السي ودورة الاي ودورة البي وغيرها اغلبها تصير بالعراق، يعني زين هاي فلوسها وين دا تروح؟ شنو الغاية منها؟ المدرب قام ياخذ الشهادة مثل طالب المدرسة، يخلص كلية ويقعد بالبيت لو يبيع جقاير، هسا عيبها مع النجم يروح بهاي الأمور بصراحة، يترك يقولون عليه تارك وجبان وقاعد ويطلع يتحدث، يعني مشكلة. زين هذا اليوم من يروح ويصرف هاي الأموال غير مقابلها أكو شيء؟ الدوري العراقي الله وكيلكم 7 مدربين 6 مدربين كسع بمكان، منا طلع راح هنا راح منا اجى، انطوا فرصة للشباب، بس منتخب وطني سووا حقل تجارب. ما أعرف، أرحب مباشرة بضيفي المتواجد وياي الكابتن علي عبد الجبار، حياك الله وحمد لله على السلامة. أهلا وسهلا بك وتحية لجميع الجماهير.
وان شاء الله نكون خفيفين الظرف الحقيقة. ان شاء الله. شلون هالقطار؟ شلون هالمعايشه؟ والله ايش عجب اختياري قطر؟ يعني بدايه بسم الله الرحمن الرحيم، بالتاكيد يعني كل مدرب طموح له على عاتقه بان يطور نفسه، وانا اخذت هذا الشيء على عاتقي والحمد لله وشكر. بعد الشهادات اللي اخذتهن يمكن انا ذهبت المعايشه في اسبانيا مع الاخوان عماد محمد وحسان تركي وحيدر جبار، وبعد ما اخذت الشهاده الثانيه ذهبت للدوحه بالتحديد مع الفريق ام صلال مع الكابتن وسام رزق اوجه له تحيه. يعني دائما ما افكر بتطوير نفسي وافكر عدم التفكير بالاموال، يعني انا دائما ما اصرف على نفسي حتى اكون باحسن صوره. غيرت لي كنت بالشرطه بالجويه باللعب وبالها، اليوم همينه اشوف علاوي هاي الغيره من اجل يكون انه رقم صعب بالتدريب. شوفوا كابتن، يعني التدريب هو بحر، مهما تكون عندك معلومه لازم تطورها. ايهما اصعب، اللعب لو التدريب؟ لا التدريب طبعا. التدريب اصعب. نعم التدريب اصعب ومتعب بنفس الوقت، لان دائما انت كلاعب تفكر فقط بنفسك وتفكر بمدرب واحد هو اللي يقودك داخل الملعب، لكن المدرب يفكر ب30 لاعب، يفكر بناء الفريق، بتجهيز الفريق، بالروح المعنويه، بتكتيك الفريق، بتدريب الفريق، بوصول الفريق للجاهزيه المطلوبه. هاي دائما ما تكون على عاتق المدرب الاول والكادر المساعد. استفاديت؟ بالتاكيد، يعني انا ذهابي لاسبانيا يعني صرفت اموال حتى استفاد، وذهابي للدوحه صرفت اموال حتى استفاد، وبالتاكيد يعني من ذهبت هناك يعني الاخوان اللي متواجدين بالكادر الاداري رحبوا بي وبالكادر الفني، وكانت هناك مناقشات يعني جدا يعني مفيده مع الكابتن وسام رزق، وذهاب الاسباير. ويعني انا اوجه تحيه للاخوان اللي متواجدين العراقيين من الكابتن مجبل والكابتن ياسين عمار، والاخوان اللي متواجدين كلاعبين مثل ايمن وبشار والاخوان مهند وامجد عطوان. الحمد لله والشكر، الاستفاده كانت جدا مفيده وان شاء الله اكررها بمعايشه ثانيه ان شاء الله. زين، شنو اللي يختلف الدوره التدريبيه علاوي عن المعايشه؟ يعني الدورة التدريبية متحددة بنظام معين، يعني بدراسة معينة، بنقاط معينة. يعني الإخوان اللي متواجدين يعني بالدورة بي الكابتن الدكتور وسام صليوة والكابتن سعد حافظ يعني جدا متفاهمين كانوا معانا، لكن المعايشة تخليك دائما كأنما أنت المدرب، كأنما يعني أنت التكتيك اللي توضعه أنت كأنما المدرب الأول اللي متواجد بهذا الفريق. يعني الكابتن وسام رزق كانت بعد كل مباراة أنا متواجد معاه بالغرفة ونسولف على تكتيك الفريق. أنا حددت يعني نادي أم صلال والكابتن وسام رزق لأن نفس التكتيك كان اللي دربت به بنادي الصناعات، حتى يعرف المدرب شنو السلبيات وشنو الإيجابيات وشنو التغيير. مع العلم هو ماخذ شهادة البروفيشنال، شنو التغيير اللي جاي يحدث بالدوريات الخليجية وحتى تحدثنا بالدوريات الأوروبية. دائما المدرب الجيد اللي يخلي استراتيجية عمل واضحة أمام اللاعبين، يعني ما مبهمة. يعني احنا جاي نشوف بالدوريات، بالدوري العراقي مدرب يعني ينزل بتكتيك 4-3-3 وفجأة تغير هذا التكتيك صار 4-5-1 واللاعبين ما عندهم اي درايه. يعني المفروض انا اللي كانت هي بي يعني جدال جدا واسع، المدرب يكون عنده تكتيك اساسي وتكتيك بديل ويكون مفهوم عند اللاعبين. ممكن ظروف المباراه تحكمك، ممكن تنزل بالمباراه بتكتيك مفاجئ للفريق المنافس حتى تكون بريحيه. يعني مثلا علي عبد الجبار يلعب بهذا الاسلوب، يلعب باسلوب 4-3-3 ومعروف عند المدربين، يمكن تفاجئهم بالمباراة البعدها تفاجئهم انت تلعب 4-4-2 او لا تلعب 3-5-2. فهذا الموضوع اللي كان المفروض يصير يعني موجود عندنا بالدوري العراقي، لكن يعني احنا نشوف يمكن بعض المدربين عندهم هذا الاسلوب وبعض المدربين ما اشوف يعني عندهم تغيير بالبوقات المباراة وحتى بين مباراة ومباراة.
ليش ترك الدوري الدرجة الأولى ورحت معايشة؟ فضلت المعايشة. مع العلم كنت مسيطر والإدارة تحبك وإلك شخصية. لا هم الإخوان يعني بنادي الصناعات أوجه لهم تحية، يعني تجربة جدا عظيمة يعني، وهم إخوان يعني دائما هم اللي يظهروني للساحة كمدرب. تمام. أوجه لهم تحية، الكابتن علي خلف والكابتن صباح ناهي والأخوة المتواجدين بالكادر الإداري. لكن يعني أنا عملت معهم يعني 3 سنوات. دور الدرجة الأولى متعب. مو من ناحية إدارية، ناحية تنظيمية، يعني لا علي أضواء. يعني أنا عملت أصعب شيء هي على المدرب هو بناء الفريق. صح. اختيار اللاعب وإعداد الفريق وبناء الفريق. صح. ودخول المنافسات. صح. هسه احنا جاي نشوف المدربين جاي يستلمون فرق جاهزة. صح. واللي يستلم فريق جاهز المفروض بس فقط يرمم ويوظف صح حتى يكون ناجح بالدوري. يعني استلمت الفريق، الفريق مهيكل ما بي أي عناصر، كلها ذهبت للدوري الممتاز. جهزت الفريق، بنيت الفريق، عديت الفريق، دخلت للمنافسات بجهوزية عالية، ويمكن أقصيت نادي الحدود، النادي اللي هو نادي يمكن ممتازة يعني ممتاز وعوامل النجاح جدا متوفرة قوية، ومدرب على مستوى عالي مثل الكابتن عباس عطيه. بدينا بالاستمرارية، لكن الإدارة التنظيمية للدوري الدرجة الأولى من يانا حقيقة جدا مزعج. يعني الاتحاد هامل للدوري الدرجة الأولى، يعني لا من ناحية الحكام، لا من ناحية التنظيم، لا. احنا سولفنا بلقاء سابق، يعني دوري الدرجة الأولى غير معلن عليه، غير مرئي. يعني أنا تعبت 4 أشهر أعد الفريق، ما حد يباوع على عملك، ما حد يقول لك شكرا غير الإدارة. يعني المفروض أكو حتى الملاعب. نعم، حتى الملاعب، دخول الجمهور ودخول بلوة. يعني أنا أثرت بصراحة أحكي يعني أمام الجماهير، أنا أثرت على صحتي. يعني ضغط صعب الدرجة الأولى. هي يعني أنا مصدر مباراتنا مع السماوة، هدف صحيح ولا غبار عليه، الحكم لأن ما مصور المباراة، الحكم لغى الهدف. ليش لغى؟ ما أعرف. راح أخلص صباحك الحلقة. والله ما أعرف. ليش لغى؟ سألته والله ما يرجف المباراة، ما أعرف. زين هاي بدون نقل وبدون جماهير. إيه يعني حكم صغير جايبيه للمباراة يحكم، ما يعرف والله. حتى المساعد يقول أنا وين شايفك. مساعد الحكم الرابع يقول أنا وين شايفك. إيه والله كله كنت فنان. والله العظيم يعني ما يعرفون حتى الرياضيين. حتى الكابتن عدنان درجال بصراحة مركز على دوري الدرجة الأولى ويقول أكو أخطاء. يعني عندنا تصريح للكابتن عدنان درجال يقول انصدمت عندما دخلت بأحد المنازع للدوري الممتاز وشاهدت التخبطات بدون باجات وياهل يجي يدخل للملعب وفت حالة بصراحة يرثى لها. نروح نشوف الكابتن عدنان درجال، يعني أربط ويا كلام الكابتن علي عبد الجبار، شنو اللي تحدث كابتن عدنان درجال وشنو اللي يعني قال هاي سببها المجاملات. يقول بعد ماكو مجاملات. نروح نشوف شنو تحدث به كابتن عدنان درجال رئيس الاتحاد ونرجع. لحد الآن أنا ذيش مرة دخلت منزع في أحد المباريات مرة أتكلم، شفت الهوسة والفوضى اللي بالملعب وفي المنزع، والله تفاجأ يا هاي الناس شلون نزلت، شلون دخلت، شلون وصلت لهنا. لا ولذلك لا احنا بنيها، لأن إذا رح نبقى نقول ما نقدر أو شوية ما رح نقدر نسوي كل شيء. ولذلك الآن أنا ليش قلت أكو تغييرات جذرية رح تصب، هذا الآن كل لاعب حتى في الدوري ما يملك البطاقة مالته، إن كان لاعب كان مدرب كان إداري كان دكتور، ما يدخل إلى المنزل، ما يدخل من برا، ما يدخل غير بس الشخص المخول اللي مسموح. فلذلك أنا أتمنى إنه إحنا تعال هذا أمن. أنا كنت أشوف سنة 95 في قطر يا أخوان، وأنا الآن في عام 22. إحنا ذاك اليوم تفاجأت إنه إحنا بالدوريات مالتنا الدوري الممتاز والدوري الدرجة الأولى والثاني ما عنده بطاقة باجي يحمل على. ولذلك الآن تم توجيه بعد ماكو حتى الأخوة المشرفين، وأنا إحنا عندنا كثير من المشاكل الإدارية اللي يجب أن ننظم العمل مالتها، وإحنا دا نشتغل على تنظيم عمل الاتحاد الإداري والمالي بالكامل من خلال الأتمتة، وهناك تواصل بيننا وبين يعني أشقائنا لأجل النهوض بهذا الأمر وتطوير كوادر من خلال
برامج حقيقية راح تصب بالتأكيد في القضاء على الرواتين والبيروقراطية والفساد الإداري والمالي والتحول الإلكترونيا بشكل كامل. اثنين، حتى موضوع اللوائح، موضوع الإشراف راح الجميع يكون الآن في تقييم حقيقي، راح يعاد تقييم كل شيء، مشرفين، مشرفين الحكام، الأمنيين، كل شيء. خلاص وقت المجاملة. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، يعني ممتعض يقول بالخمسة وتسعين بقطر يعني ماكو هيك شيء، هاي بالخمسة وتسعين، يقول احنا بالالفين واثنين وعشرين يعني قبل 17 سنة شفت بقطر علاوي؟ يعني شيء مخجل صراحة، يعني احنا خجلنا من انفسنا. والله يعني ملعب التمرين افضل من ملعب الشعب، ملعب التمرين ثاني لنادي ام صلال. يعني اليوم شفت مباراة الزاخو والشرطة، يعني شيء مخجل. طلعناها قبل شوية، شلون رخصوا هذا الملعب؟ شلون رخصوا الملعب؟ يعني حتى للتمرين تريد تطبق ناحية تكتيكية ما تقدر، للتمرين مو للعب. وريد منتخب قوي، وريد هناك لاعب على هناك هناك تروح تمرين، تمرين على ملعب أفضل من أرضية، يعني كل الأرضيات اللي بالعراق، بمسبح، بشاكوزي، بساونة، بحمام ثلج، بقاعة حديد، بكل عوامل الاستشفاء. هاي كل نادي؟ كل نادي، كل عوامل الاستشفاء، الأهداف المتحركة الكبيرة والصغيرة، المنشآت اللي موجودة، كافيهات موجودة. ما يعني تحس بإحباط أنه أنت جيت تعمل تشاهد مكان راح ترجع أنه ما متوفرة هاي، شلون راح تنجح علاوي؟ ما حس، ما صار عندك هذا الإحساس؟ لا، هي مو نجاح للمدرب، هي نجاح للكرة العراقية. يعني هو الكابتن عنده تجربة مع 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 الأندية القطرية. يعني راح أسولف لك في شيء بس يجوز العالم ما صدقني، بس بعدين راح صدق. تتأكد؟ يعني إحنا موضوع الجي بي إس، موضوع الجي بي إس، ما موجود اي نادي هسه جماهيري، حتى المنتخب الوطني ما عنده موضوع الجي بي اس اللي هو يطلع لك كم سعره حراريه فقدت، كم نسبه من السوائل فقدت، ضغط الدم، تخطيط، كم كيلو متر ركضت بالتمرين وبالمباراه، مو صحيح؟ تمام. كل المنتخبات والانديه موجوده عندها. تمام. احنا بالعراق ما عندنا هذا الشيء. هذا الشيء يحمل اللاعب، نفتقد لهذا الشيء، يحمل اللاعب بيلاقي حمله ويركض بالتمرين، وموجوده كاميرات تصور، كاميرات طوليه وعرضيه موجوده ورخيص، يعني ما يكلف له شتين، يعني 20,000 دولار الواحد. لا لا، هو كمجموعه، كمجموعة. كسيستم. كسيستم، حتى الحاسبه مالته والكاميرات مالته. هذا موضوع الجي بي اس، يعني احنا ايش قد متخلفين بهذا الحد. موضوع الجي بي اس بقطر، الملعب هو اصلا بي جي بي اس، يعني ماكو داعي بعد يلبسوه. جاي تعرف شلون؟ ورا المباراه يبعث لك كل لاعب ايش قد ركض، 10 كيلومتر، يعني ماكو لاعب يسخت. لا لا، ماكو، تبين قمر. ماكو يعني اللاعب، بس احنا شفنا قبل، وشفناها اللاعب يدير وجه المدرب يوقف من التمرين ما يطبق. هسه خلي يروح يقعد المدرب ويبين عنده، يعرف، هو يعرف عنده مدرب خاص للياقه البدنيه يحمل هذا الموضوع، موضوع الجي بي اس. زين، هسه بقطر الملاعب كلها بيها جي بي اس، يرسل لك المسؤول عن الملعب، يرسل للنادي اللاعبين واسماءهم وارقامهم وموضوع كم كيلومتر ركض وكم سعره حراريه وكم نسبه من السوائل فقد اللاعب، حتى شنو يسترجعوها بعد المباراه. وهذا موجود بمن؟ بسباير. انا الحديث يعني مطور مع الكابتن ياسين عمال، وموضوع بسباير، ومع الكابتن مجمل فردوس، جهاز جديد هسه يعني نزل باوروبا حديث، بعده مو كل اوروبا موجود، اول ما نزل هسه نزل بسباير، جهاز يعرف اللاعب الناشئ، لان هم يبنون اجيال مو مثلنا. يعني هسه جيل المنتخب القطري مش جيل ورمموا من عده واخذ على كاس اسيا وصعد الكاس العالم، وهسه جاي يلعب مع انديه اوروبيه وفرق اوروبيه. ونفس المدرب موجود من منتخب ناشئين شباب اولمبي وطني، صح؟ هسه جهاز جديد موجود لبناء الاجيال في سباير، اللاعب ياخذوه هو ناشئ،
هذا الجهاز يقيس القفز، نسبة القفز مالته ايش قد، يعطيك نسبة القفز مالته من يوصل عمره 18 سنة. اقسم بالله، والكابتن ياسين عمال موجود يعني تقدرون تتصلون به. وايش قد طول هذا اللاعب مثلا المتره، متره و30 ايش قد طوله راح يكون بعمره 18 سنة؟ طوره ايش ده بالتاكيد. عندنا فيديو للحكم مباراة اليوم ممكن يعرضونا اياه. تدري اليوم احنا صار بلعبة النجف؟ صير صير هواي اشياء تصير. تدري اشياء نقاط، نقاط الاندية. دريت صار اليوم بلعبة النجف؟ لا والله احنا طبينا الاستوديو. الحكم حسب ركلة جزاء رجع شافها بالموبايل. لا والله ممكن مخرجنا تعطينا الفيديو اذا موجود. بعدين ما يخابروه اذا موجود الفيديو انه الحكم رجع على الموبايل والنجف انسحبوا من المباراه هاي. ها لا احتمال الفار صار على الموبايل؟ لا يجوز هو الفار جايبه وياه. بس هسه هاي يعني منو يتحملها؟ يعني معقوله الاتحاد يتحملها؟ بغض النظر عن كابتن عدنان درجال ايش هو بس بهالموسم ما صار يعني ادري الحكم يرجع على موبايل يشوف حاله. كابتن علي بالدوري الممتاز هاي طعم ما كبر عمي. انت حكم دولي ترجع على موبايل دولي هو دولي الحكم ما اعرف بعد انت شو تشوف يعني حكم بالممتاز. حكامنا كلهم صغار وعصبيين حتى ما يعرفون الرياضيين. ما اعرف شلون جابوهم للتحكيم. اخطاء فاتحه يعني انا باوع بال 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 حتى بال بالنقل بالتلفزيوني مبينه يعني مو اوف سايد دقها اوف سايد. حاله سامره والزوراء كره خطره دقها اوف سايد وهي مو اوف سايد. هو الاخطاء يعني اكثر الاخطاء من المساعدين من حامل الرايه. يعني هسه حكم اليوم على 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 البث مباشر يباوع المباراه ويدفع. اي على البث المباشر راجع يباوع. لا والله اي والله بعد كم يوم بالايباد يجيبون ايباد ياخذ ايباد مساله معيبه. يعني احنا الفار شنو قيمته؟ عمي كابتن عدنان ده يشتغل، رئيس لجنه حكام ده يشتغل امانه الله. يعني انا جوي ادري يشتغل جاي يسوون بي. لا هو جهاز يقول لك يكلف يحتاج. انت باوع ترى الفار يحتاج حكام يدخلون دورات هم تحكيم. لا تخلي بس اكو اخطاء. هسه الفار يتاخر صح؟ فار جاي يشتغلون عليه مو شركه هي. الموسم الاخ ممكن موجود. اوكي اي حكم يخطئ ما اعطي اي مباراه مو صعبه. هسه هي المباريات كلهن بيوم واحد مثل قبل. كان قبل بالدوري دوره حتى بزمن النظام السابق ها الدوري كله بيوم واحد تلعب بالرماد وبالبصره وبالشمال وبالوسط مو صحيح. هسه المباريات اربع مباريات اليوم واربع مباريات باكر وبعدها غير. اعطي للحكام الدوليين انا ليش اعطي فرصه للشباب وهم شباب مو زينين؟ يعني هسه اعطيني حكم شاب. ذاك اليوم انا عندي مباراه كربله والصناعات. انا مو قلت لك انا ليش بطلت من الدوري الدرجه الاولى؟ لان ما علي مراقب. هسه هذا زين طلعته بالتلفزيون
مباراة كربلاء وهذا الأمر ممتازة ما يطلع بالتلفزيون هي مو صحيح تصير الدنيا تنقلب كربلاء والصناعات يا أخي حكم قالوا عليه دكتور والله والله أنا لو محكم بهدوم المدني أفضل منه أنا مو مدرب فريق الصناعات لو محكم للفريقين أفضل منه والله ناحية تنظيمية ماكو كل هالجمهور موجود داير مدار الملعب ملعب كربلاء القديم زين وتالتها آخر دقيقة تفاول ما مستحق وخسرنا 1-0 احنا حكامنا يا اخي يا اي حكم يخطأ ما اعطيه فرصة للتحكيم ليش صعبة مو عيب زين الخطأ مقصود يعني انا اشوف اليوم هذا الخطأ يعني طامة كبرى يا اخي هو الخطأ خطأ يرجع على البث المباشر يشوف مو بس بالحالة انه ركلة جزاء او لا هاي طامة كبرى بس انه مثل ممكن ادق ركلة جزاء اتغاضى عنها مثل ما متأكد ممكن اوف سايد اوكي بس هذا الخطأ ما اليوم يرجع على بث مباشر يا اخي انت جاي شوف احنا مو بس اخطاء القرارات اخطاء بديهية يعني حكامنا ما عندهم لياقة بدنية صح انا يعني بالدوري حكم الكرة بالجزاء ومن وبعدها هو بنص الساحة يركض انت جاي يشوف الحكام هسه حكام الدوري القطري اكو مجاملات الحال اي هو هذا اللي جاي يصير وهذا اللي جاي من زمن الاستاذ علاء عبد القادر وقال حكامنا وحكامنا وحكامنا ماكو اي 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 شيء تصاعدي للحكام ماكو يا انا حكيت على الحكام مدربين سابقين حكوا على الحكام الانديه حكت على الحكام طلع حيدر عبودي حكى على الحكام طلع لاعب باي نادي حكى على الحكام حتى اليوم مباراه الكرخ والجويه يعني اكو بعض من المحبين لنادي الكرخ همين الحكم اكو قرارات يعني همين مراضين على يبيها اي بس مو ايش باع الفار باع بالبث الله يخليك احنا وين تقول وين يعني حتى مباراة فرق شعبية ماكو ما يقدر يباوع على المباراة الاحترام احنا هسا مقبلين على رفع الحظر هاي شلون هو يجوز هذا نفس الحكم يحكم مباراة وتلقاه يخابر اذا هو يباوع على البث يخابر بعد كم يوم هذا بعد ما اعطي مباراة اذا يباوع بموبايل انا هسا مسؤول بالاتحاد ما اعطي مباراة خليه يروح يحكم درجة ثانية ثالثة شوية يصعد الرتم مالته تصعد اللياقة البدنية يثقف أكثر يلا يجي يحكم دور ممتاز كفر بكرة القدم كفر بكرة القدم إيه لا عشان يبقى خليه باع الموبايل حقهم النجف من انسحبوا بيا قانوني حكم يباع الموبايل لو أنت مدرب مو بس أنا ألطم على رأسي لا هذه يعني هو حكم يباع على موبايل الله يخليك شلون بعد هاي غير كرة قدم شلون قراراته ياخذها مع الاسف اروح لتصريح الكابتن يونس محمود انه تحدث عن الاعلام انه الاعلام يجب ان ينتقد والانتقاد البناء ممكن يقومنا لكن لازم اكو حق الرد ويقول اي شخص يتحدث بالعمل الاداري عليه ان يواجهني نروح نشوف كابتن يونس محمود شنو نتحدث به ومن بعدها نرجع هو شوف الانتقاد موجود بس التجريح مو موجود يعني مو مقبول احنا وصلنا في مرحلة يعني الانتقادات مو صحيحة او الكلام اللي يطرح مو صحيح يعني احنا متعودين على الاعلام حق الرد مكفول المشكلة انه الشخص ده يأتي وهو يرد نفسه المشكلة لازم انا يعني من انت تحكي عليه بشغلة لازم اكون اعرف بيها حتى اعرف اجاوبك بيها نعم ممكن الفترة اللي صارت بيها الجماهير كانت متأملة أن يونس محمود النجم اللي هاي راح يصير مشرف على المنتخب عند العصا السحرية راح يبدل لاعبين وسوي ما تقدر أنت داخل بمستصفيات ما تقدر تبدل لاعبين يعني احنا شفت أكثر من لاعب حاولنا أنه نجي نقوي به الخطوط يعني قدمنا للمدربين كل اللاعبين اللي موجودين بالداخل العراق وخارج العراق لكن تبقى هي المنظومة يحتاج لها وقت احنا المشكله في وقت التصفيات دخلنا كانت صعبه البطوله العربيه دخلناها كان اكو تقدم بالرتم لكن ما سعفنا هدف ما سعفنا انه ممكن يودينا للدور الثاني تتغير كثير من الامور لا بالعكس انتقدونا قومونا هذا شيء بالعكس يشجعني اما بالنسبه للعمل الاداري لا العمل الاداري ليس بالعمل الصعب طبعا العمل الاداري مفهومه غلط اي واحد يحكي بالعمل الاداري خليه يجي يناقشني بالعمل الاداري حتى اقدر اناقشه يعني اطلع مبرراته واطلع مبرراتي لان يعني تعرف هو مو كلام فقط يطلق بالهواء انه فلان ما يعرف هذا وفلان ما يعرف هذا انت تجي تشوف عمله هل هو عمله انا انتقدت اكثر من مره انتقدت في غيث انتقدت في محمد عماد انتقدت في الدكتور انتقدت وطلبت من الاعلام ينطوني خطا واحد ما حد انطاني المشكله الكلام يقال
لكن الدلائل ما موجودة. أنا بالنسبة لي أنا دا أكون منظومة بالنسبة للمنتخب تكون منظومة رصينة. يمكن أنتوا أحد الناس بالإعلام بالبداية كنتوا تشكلون أنه ليش اللاعبين ما يصرحون مع رجعنا ياكم مشاهدينا الكرام. كابتن اليوم أنت ابن الجوية ولعبت لهذا النادي، ليش وصل لهالمرحلة؟ حتى الزوراء اليوم طبعا النتائج الجمهور غاضب من عندها، ليش وصلوا؟ الخلل مدرب، الخلل لاعبين، الخلل إداري، شو يشوفه علي عبد الجبار بصراحة؟ أنا أعرف شنو صراحتك. يعني أنا موضوع القوة الجوية وأعرف ما تريد تتحدث عن الجوية، دائما أنا أكون بعيد يعني بهذا، تحب تكون بعيد لكن يحز بداخلك. يعني بالتأكيد يعني ها راح أجاوب شيء مختصر. موضوع البيت الجوي، التخبطات السابقة بداية الموسم هي يعني خلت النادي غير مستقر، خلت الفريق ما مستقر دائما. الكوادر التدريبية يراد لها دعم دائما. هسه احنا نتكلم عن المدرب، المدرب اول خطوة له او اول توقيع للفريق من يروح يدرب لازم يكون هناك عوامل نجاح، ما يفكر بالمبلغ المادي اللي يكسبه، فكر بعوامل النجاح. عوامل النجاح موجودة، لكن عدم الاستقرارية اللي موجودة بالقوة الجوية هي اللي أدت إلى انخفاض المستوى من ناحية فنية ككادر تدريب وكلاعبين. يعني أنا أشوف من 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 خلص عقد كابتن أيوب أديش، والمفروض في وقت زمني سريع يسمون يختارون كادر تدريبي بدون خروجه للأضواء، أختار كادر تدريبي وكادر مساعد وبعدين يخرج للإعلام. كابتن يعني هم جابوا كابتن راضي، كابتن أحمد اليوم، حكيم شاكر، يعني ترى هم مو ما يجيبون أسماء، دا يجيبون أسماء ومدربين. إيه ويجيبون ويوقعون لاعبين بدون ما يدرون الكادر التدريبي. يعني أيوب ديشو بعده ما معتذر ووقعوا لاعبين، صح؟ صح. وبعدوا لاعبين وهذا خطأ ومو من حقهم. واختيار اللاعبين يعني خلينا أتكلم بشيء مفصل. جريتني راح تخلينا اتكلم. لا انا انت اليوم مدرب، اختيار شياك مدرب. الكادر الاداري ما له دخل باختيار اللاعبين. الكادر التدريبي الاداري، الكادر الاداري ما له دخل باختيار اللاعبين. الكادر التدريبي هو يتحمل. الفريق اللي احنا بنيناه، هسه تتكلم على الفريق اللي بنيناه بزمن كابتن ايوب ديشو، احنا اختارنا اللاعبين، لاعبين من الكارخ، ايمن حسين، فلان فلان فلان، استقطبنا لاعبين جيدين وكوننا توليفه جيده من ناحيه الشباب ومن ناحيه اللاعبين الخبره. لكن بعد اخذهم للدوري والكاس، ها قاموا اداريين يوقعون اللاعبين وهذا خطا. يعني يجي كابتن راضي شنيشل ما مختار موسز اللي هو عرضوه علينا، انا كنت في الكادر المساعد مع الكابتن باسم قاسم، عرضوه علينا قبل 3 مواسم احنا ما وقعناه، استقطبنا وليم، يمكن بوقتها كابتن باسم اوجه له تحيه، ذهب لمصر للقاهره حتى يشوف اللاعب موسز. يعني اليوم كعلي عبد الجبار ما تحمل المدرب المسؤوليه؟ لا 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 بالعكس، ابد. الاستقراريه مطلوبه، المفروض دعم المدرب دعمه من ناحيه اداريه وناحيه معنويه من الجمهور حتى يبين عمله. اما تتكلم من ناحيه تكتيكيه، المفروض اي كادر تدريبي يجي للقوه الجويه عده خامه تدريبيه وتكتيكيه ومساعدين على مستوى عالي، لان احنا جمهورنا جدا صعب وجمهورنا يفهم يعني يفهم الناحيه البدنيه ايش وقت تنط الى اللاعب، يفهم جمهورنا، اتكلم يعرف الناحيه البدنيه ايش وقت تطل اللاعب بيا يوم من الاسبوع، الناحيه التكتيكيه ايش وقت تطبق، عندك اللاعبين ايش وقت يطبقون الناحيه التكتيكيه، باي تشكيل تنزل مناسب. جمهور القوه الجويه جمهور صعب وجمهور يدرك هذا الموضوع. تمام، ابقى وياك. اروح لاخر متابعه، اكاديميه للاعب الدولي ولاعب نادي الزوراء السابق محمد سعد، افتتحها بتواجد العدد او عديد من النجوم في مباراه خيريه. نروح نشوف هاي الاكاديميه وهذا الافتتاح ومن بعده نرجع. مبارك لكم افتتاح هذا الملعب والتجمع الرياضي يوم محمد سعد لم الشمل لم الأصدقاء السابقين. رسالتك اليوم إلى جميع الرياضة.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انت تعرف اليوم مناسبه رفع الحظر على ملاعبنا، وان شاء الله هتكون مباراه منتخبنا الوطني منتخباتنا الوطنيه العفو في ارض العراق. الحمد لله واشكر، يمكن هذه المناسبه انا فتحت على هذا الملعب للتجمع الرياضي لغرض انه نستخرج اجيال، نستخرج لاعبين صغار مواهب، نستخرج. انت تعرف بالاونه الاخيره العراق صراحه يعني ما قام يولد لاعبين، واحنا كنا دائما من خيره اللاعبين نولد. الان فتحت اكاديميه، ان شاء الله نشوف المواهب الجيده نستثمرها، نسقل الموهبه تكون نتيجه طيبه تخدم هذا البلد ان شاء الله. على مستوى التمرير تواجدوا تحية حب واحترام لكل شخص يحضر ويناظر الآن حق أيضا تواجد كل التمرير العالم على مستوى أجواء هذا اللقاء. السيد الثاني التمريرة كابتن محمد سعد ينظم كل الأشياء في داخل أرضية الملعب، حالة التمرير والبرامج بلعبة الوسيلة تحضر من فوق في التعليل. هذه كرة تسلل من جديد على رواق المعيد أبو علي، الحق بالكرة على عسير يتلي التمريرة مع السيد عمر شليشي. تلعبية تواجد يرتدي التمريرة محسن العمري بالرأسية وفرق ضربة تهم الثانية، ضربة سيئة على الرأس توجع في ظرف الشوط الأول فقط، ستعمح مهنية السلطة الثاني لأهداف. بالتالي تحركات الكرة في افتتاح العالمي يجب أن تحضر ما بين الشباب والمرأة الغنية والتمريرة، تمريرة لتلك من تسلل جديدة. أحمد يوسف في قصة المريرة، الكابتن حسين مريرة التمريرة الآن في الصدر التيسير، تلاعب ما زال حاضر لا يزال يتحرك في رجل عملية. طبعا اليوم شاهدنا شيء فريد من نوعه، الرياضة بالدورة تحتاج إلى شخص يمثلها بصورة صحيحة، والكابتن محمد سعد تعرف التلاعب دولي سابق، مثل كثير من الأندية، الطلبة الزوراء، الفرق الجماهيرية كثيرة مثل. الملعب مثل ما شفت أنت اليوم افتتاح جميل وراقي، نتمنى هو بنفس الوقت تكون رسالة وبعثة للاعبين الأشبال الشباب من خلال هذا الملعب، راح تكون انطلاقة كلش قوية بافتتاح أكاديمية. مثل ما تعرف افتتاح هو بنفس الوقت افتتاح الملعب وافتتاح أكاديمية، راح تكون رسالة كلش حلوة تبعث من خلال البطولات الجميلة راح ينظمها، ومن خلال الأكاديمية الجميلة راح يقدمها، وبعون الله تكون بداية خير وموفقية. وأنا بدورك معلق حمودة. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، قبل الختام رأيك بأنه محمد سعد نجم يفتح أكاديمية؟ والله أنا أشوف يعني يستاهل، المفروض يعني محمد بعد يعني اعتزاله كرة القدم يتجه للتدريب، وهذا شيء جيد. صقل المواهب شيء مطلوب من الكل، وأتمنى يعني يساعد منطقته باكتشاف المواهب، وإن شاء الله نتمنى له التوفيق إن شاء الله. زين، رسالتك الأخيرة. يعني أتمنى التوفيق للجميع. أنا أشوف يعني منتخبنا الوطني رسالة للداعمين، يحتاج دعم بهذه الفترة، يعني من إعلام ورياضيين. كنا انتقدنا المنتخب الوطني، كنا يعني انتقدنا انتقاد لاذع للمسؤولين عن المنتخب الوطني والاتحاد العراقي. إن شاء الله يكون الدعم متواجد من الإعلام ومن الجانب الرياضي إن شاء الله. شكراً لك وشكراً لتواجدك، وأتمنى لك التوفيق. شكراً لك. شكراً لك. مشاهدينا الكرام، هذا ما يسمح به وقت البرنامج، وبالفعل إحنا داعمين لمنتخب الوطني. أما بقية الإعلاميين اللي يتعاركون، هذا يقول أنا رفعت الحظر وهذا رفع ثاني الحظر، أتمنى من الكابتن عدنان درجال يسوي لهم دعوة، كل واحد ينطي باقة ورد ويشكره يقول له يا برحمة الله والدك أنت رفعت لنا الحظر، حتى نخلص من هاي المشاكل وكل من يروج الموضوع لنفسه. هذا ما يسمح به وقت البرنامج. شكر موصول للأخ المحترم المخرج سيد ضياء اللي تواصل ويانا لأيام عديدة، نتمنى له التوفيق أينما يكن. الأخوة خلف كواليس ووسام الياسري ومحمد العامري، هذا أنا نبيل طارق في الإعداد والتقديم. نلتقيكم يوم غد، إلى اللقاء.